بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم متابعينا الكرام. معانا النهاردة تحفة كروية، لعبة بيس 2019 على تليفونك الأندرويد بدون أي مشاكل، هتشتغل على جميع الأندرويد إن شاء الله. لعبة بيس 2019 بجرافيك عالي كأنك قاعد كده في بلاي ستيشن وبتلعب اللعبة، وعندك الدراعات باستخدام التاتش بتاع التليفون، ومش هتقابلك أي مشاكل في تشغيل اللعبة إن شاء الله. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هتحمل اللعبه، طبعا هسيب لك رابطها في الديسكريبشن. بعد ما تحمل اللعبه هتيجي تحمل المحاكي الدراعات، بحيث انك تستخدم التاتش بتاع التليفون كانه دراعات، هتستخدم من غير ما تستخدم دراعاتك، يعني هتلعب بدوت ده الدراعات اللي انت هتستخدمها، وده برنامج فك الضغط لو مش عندك برنامج فك ضغط. طب بعد ما حملت اللعبه ولقيتها نزلت عندي في الداونلود هعمل ايه؟ هتخش هنا على برنامج فك الضغط، هتفك الضغط عن اللعبه، هتنزل هتلاقيها عندك في الداونلود هنا. بعد ما دخلنا على الداونلود هتلاقي اللعبه ظهر عندك بالشكل دوت، بيس 2019. هتضغط عليها ضغطه مطوله كده، وبعدين تضغط على الثلاث شرط اللي على الشمال من فوق وتعمل استخراج الى ضغطه واحده كده شباب. بعدين هتضغط على المسار الحالي، تمام، تختار المسار الحالي، تضغط على موافق، تستنى تفك الضغط، وبعد شباب ما عملت فك ضغط يطلع لنا الملف ده، اللعبه عملت فك ضغط. طب اروح اجيب اللعبه دي منين؟ هتضغط عليها ضغطه واحده كده، هتبدا تفتح معانا اللعبه زي ما انتم شايفين. طبعا احنا دلوقتي ايه هنعمل؟ هنثبتها على اسمه ده، على المحاكي بتاع الدراعات هنا. هتضغط على العلامه دي اللي زي الشيفت، هتنزل تحت هتلاقي اللعبه عندك اهي يا شباب، بيس 2019. هتضغط ضغطتين كده وتبدا تلعب معاك اللعبه اهو يا شباب. هنبدا نعمل التسطيبات الاخيره بتاعت اللعبه، تضغط على ستارت، هتخلي اللغه، شوف انت عايز اللغه ايه، طبعا انجليزي. هنا اول ما تجيلك الحاجات دي نو اوبشن فايل فاوند، هتضغط على ستارت وتضغط على علامه اللي بيرفع دي كده شباب. بعدين هتبدا تفتح معاك اللعبه، تضغط برده على اللي بيرفع بس كده فتحت معانا اللعبه، ما تقلقش يعني من الكلام ده. اهو يا شباب طبعا جرافيك جميل جدا جدا جدا. هتقول لي ايه ده بيس 2018؟ اقول لك لا، ده الباتش المحدث لبيس 2019 مش 2018 خالص. بعدين اضغط على مباصاه، بعدين هتختار عايز اللعب يكون ايه، توب بلاير ولا عايزه بروفيشنال، ولا يعني عايز اللعب يكون سخن، يعني مثلا تلعب الفريق سهل صعب الكلام ده. احنا مثلا لو عايز احلى لعبه هتختار توب بلاير اللي هي الاخيره، لو انت راجل لعيب يعني. اضغط على مباصاه، تضغط على مبصة تاني، تكتب مثلا أي حاجة هنا، بس يا شباب بعد ما عملنا أي كام رقم كده اضغط على دي. بعدين هتبدأ هنا تختار الفريق اللي أنت عايز، تقول لي إيه ده هي الفرقة دي بس أوروبا بس؟ لا، أقول لك كل المنتخبات وكل الدول وكل العالم كله. نضغط مثلا هنختار اللي بيرفع عشان نختار المنتخب اللي انت عايزه. مثلا حاجة اختار منتخب انجلترا كده، دي اول حاجة في البداية يعني. مبصاة ماشي، مفيش مشاكل. طبعا الكلام ده يا شباب والاعدادات دي انت تقدر تعملها بنفسك، لكن لازم اقولها لك برضو عشان متقوليش واجهتني مشكلة في تشغيل اللعبة. ادي لو انت عايز اسمه ايه ده، تنزل تحت 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 تحت، لو انت بتاع خطط والكلام ده اعمل الكلام ده عادي، مش لازم اقول لك عليه يعني. وتضغط تنزل تحت حد اوكي، وتضغط على مبصاه، تبدا اللعبه تفتح وتختار الفريق اللي انت عايزه. ادي كده اللعبه فتحت معانا. احنا عايزين نلعب ماتش ولا عايزين كاس عالم ولا عايزين الكلام ده؟ هو زي ما انتم شايفين انا مثلا عاوز العب ماتش، اروح اختار ماتش، ادي ده يا شباب ماتش، اضغط على مباصاه، وهنا ستارت اوبجكت، لو عايز تلعب مع حد، لا هلعب لوحدي، اضغط على اوكي مباصاه. ادي هنا شباب لو عايزين نختار الفرق اللي انت عايزها، هنا المنتخبات اللي من فوق، ومن تحت هنا هتختار الفرق. انا مش هختار فريق، مش هختار منتخب في مصر وفي كل المنتخبات، هختار مين اختار مين، اختار ليفربول عشان النجم العالمي محمد صلاح ابن بلدي. مباصاة
بعدين نختار الفريق اللي هنلعبه. مثلا هختار اي فريق، هختار الارسنال، هنغير اللون بتاع التيشيرت ولا خلاص سيبه كده. حلو، نضغط على ستارت. هتبدأ هنا لو انت عايز تعمل خطة تطلع الناس وتنزل ناس، اهو طبعا محمد صلاح زي ما حضراتكم شايفين. هضغط على اللي بيباصي، هتبدأ اللعبة تفتح معانا بالجرافيك الجميل دوت. طب انا دلوقتي هفصل اسمه ده، هقفلها من على الكمبيوتر، يعني هقفل التصوير من على الكمبيوتر وهفتح تصوير من على التليفون عشان اعرف اتحكم في الدراعات. نضغط على ستارت. ستارت، شايفين يعني جمال الديزاين بتاع اللعبة، هي اللي في البلاي ستيشن، كل حاجة فيها هي. تمام يا شباب، هلعبها دلوقتي على التليفون عشان مش هعرف العب كويس من الكمبيوتر. اهو العب بالزوم، العب عايز زوم، العب عايز تلعب بالتاني العب. هبدأ العب لحد ما اجيب جون. مش هجيب جون عشان اول مرة العبها على فكرة. هنا هو جابوا فيا جون يا شباب. لا اله الا الله، لا الا الله. Dispatched to the opposite. Over the bar. From the goalkeeper there. Great try. Fires it from distance. For effort. Well wide. Well, that was a stunning effort. Aventes. To space on the flank, take it cleanly, and it's gone behind. Who's waiting in the middle? اه يا شباب، زي ما حضراتكم شايفين اللعبة جميلة جدا جدا جدا، بس للأسف شكلي كده هفشل في ان احرز جول، لان اول مرة الحقيقة العب اللعبة ديت، يعني اول مرة العبها هنا على الكمبيوتر بيس 2009، على اسمه على التليفون بيس 2019. وهسيب لك رابط اللعبة في الديسكريبشن، وان شاء الله تعالى هنزل لكم باتشات للعبة بيس 2019 قريب جدا جدا جدا، باتشات جميلة جدا محدثة في اخر الانتقالات في لعبة بيس 2019. في نهاية الفيديو طبعا كل الروابط هتلاقوها في صندوق الوصف. ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.